شو ما في حدا هون؟ لسا ما فتحنا. بدي شوف جواهر. ما اجيت. امتى بتجي؟ ليش شو بدك منها؟ انا حماتة. امتى بدها تجي؟ بعد شوي. انت عامل هون؟ ايه خالي. جيب لي شاي لكان. المي بارده. شو بدها؟ يعني لازم كل يوم في شغلة. أهلين خالتي. أهلين فيك ابني. أهلين معلم دينار. هون عمر؟ ايه هون نايم. تفضل. اهلين عمي. كيفك؟ تفضل ارتاح. خير عمي؟ إذا في شيء قلي. إيه حسن خبرني. شو خبرك؟ حماتي ليش ما إجيت؟ أنا بكفي. وينها؟ هي عندها شغل. روحي أنت هلأ فيقي لي عمر. إيه الفطور جاهز والشاي كمان. تفضل. إيه صبيلي صبيلي. إيه. فيقته جاي. ايه صباح الخير. مرت عمي؟ اهلين. خير ست هاجر؟ تعالوا اقعدوا شوي. جواهر تعي انت كمان. تعي. هاجر خانم صاير لحدا شي؟ عمر بخير؟ لا يا بنتي، جاي احكي معك بموضوع. اذا فيني ساعدك بشي تكرم عينك بس قولي. اذا حكيت لك بجوز تزعلي كتير. ليش شو اللي صاير؟ احكي. مرت عمي خير؟ شو في؟ لا ما في شي. عمر بده يسافر، بده يترك كل شي، ما عاد يرجع. لوين؟ اسطنبول. هيك لكان. طيب وشو هو السبب؟ خسارته إلك خلته. يحس إنه خسر كل شيء هون. بابا خير؟ شوفي. خير ابني خير. تعال معي شوي. لوين بابا؟ هلا بتعرف. بابا أمي فيها شيء؟ صاير معها شيء؟ لا هي منيحة. عن جواهر. جواهر؟ صار لها شيء لجواهر؟ بابا احكي لي الله يخليك. لا ابني اهدى يلا مشي. يا بابا احكي لي مشان الله شو في. عم بقول لك ما في شيء. يلا. ايه لا شو هالسفرة الحلوة ولو؟ سلح دار؟ بلشي أنا جاي. والله طلعت مانك قليل بنوب. أيمت لحقت تجيب أكل وتعمل شاي؟ يلا هلا عدي. يعني شو بدنا نعمل؟ صار اللي صار وعمر بده يودعك هلأ.
وبده يقول لك كلمتين. يعني بده يشوفني؟ آه، بالجنينة جنب البركة. وليش ما إجا لهون؟ ما بعرف، ما قال لي. بده يشوفه آخر مرة لحاله. هو هنيك هلا؟ إيه هنيك. شو القصة يا ست هاجر؟ لا تحكي شيء، هي آخر فرصة. استنى، دينار مع عمر بالجنينة. لنشوف لنشوف شو آخر هاللعبة. شو بعمل؟ وإلا عمر بيروح من إيدينا، وهي كمان بتحبه. كل هالشي لأنك أنت بحاجة جواهر. لا تكتر حكي وكون محضر خير. دعي لله، متى بميت موتة وصلت لهون. أي مرة أنتي؟ عزو، شوف الخانم، نزل لها شي لقمة تاكلها. بابا، إذا صاير شي لجواهر قلي، حضرت حالي للسفر، لا تعذبني. بدك تضلك هيك، اسكت شوي. طيب ليش هلا أمي عندها؟ لو ما كان صاير لها شي ما بتروح أمي لعندها. ماتت شي؟ طيب ليش ما منروح على بيت ماجدة؟ شو عم نعمل بهالشارع هاد؟ ينقطع لسانك إن شاء الله، اسكت بقى. زدت حالة من شي محل؟ شو بدي ساوي؟ طيب أنا كيف بدي لاقيها؟ أمشي لقلك كيف بدك لاقيها. هلأ لازمني محامي، رح يعمل لي شغلتين سوا. أول شي بيطلقني من رجب، وبعدين بياخد لي حقي من أخي، بيرجع لي كل مصرياتي منه. بعدين شو ناوية؟ بعدين بدي روح من هون، ورح صير اعتمد على حالي من هلأ ورايح. بنت لحالك تاخدي مصاريكي وبتروحي؟ بتشوف، ما رح كون بحاجة حدا، ويدوروا علي لشوف. باخد بيت صغير باسطنبول وبحط المصاري على جنب، وبدور على شغل. انتي بدك تشتغلي؟ ايوة، انت كمان مالك ثقة فيني هلأ. لا مو هيك. خلينا نخلص الفطور ونروح نشوف لنا شي محامي. ايه انا بسأل عمي، هو بيعرف كتير ناس هون. ايه وينك، ما حدا لازم يعرف. ولو بقول لحدا من رفقاتي. ايه يا الله شو عنا شغل. رح اتصل بعبجي ليجي بالسيارة، ما اخدتها مشان ما في حدا من اهلي بالبيت. بقول له لازمتني بيجيبها وبيجي. ايه هيك ما مندور كتير، السيارة بتريحنا. لسه في غراض برا. ماشي. سيارة من زمان. تفضلي اركبي المحل بعيد، انا بوصلك من اليوم ورايح السياره بخدمتك. شو بدي ساوي فيك يا برهان، كل يوم بتطلع لي بشغله جديده. تفضلي. انا رايحه على الحديقه، اكيد سمعتنا ونحن عم نحكي بالمطعم. صوت حماتك في حدا ما سمعه يا ست جواهر. معك حق، المحل صغير. وبدك تعطيني رأيك بالسيارة.
اللي بدك تفرجيني يا بابا؟ هيك؟ انت لوين رايح؟ ليك الحديقة هاي هي؟ بدي اخدك على احلى حديقة بالعالم وهلأ بتشوفي. نزلني هلأ. شو ما عم تسمعني؟ بكير حطي الحزام.